يعني أنا ما بطلب والله أنه دولة الإمارات تقيم مخيم اللاجئين مثلا في الأزرق، طب قامته واستقروا هذول عندي، طب هذول بدهم ميزانية سنوية، أنا بدي يروهم بشكل عام، ليش ما يتبنوهم؟ ليش ما يتقاسموا معنا هذه الوضع اللي الآن قاعد بصير يعني؟ يا سيدي أنا ليش الأردن يتحمل بيسمح لي بس زميل أنا بدي بس خمس دقائق خليني بس أخذ مواطن زمان. ألو إذا في معنا اتصال يا إخوان. ألو ما في اتصال. السلام عليكم أخ أيمن، أهلين. احترامي سيد أبو بشر. مساء الخير. أهلين. مساء الخير، احنا من المتابعين والمحبين لك لشخصك الكريم ولبرنامجك الكريم. يلا يعزك، تفضل يا سيدي. ودائما حضرتك تتحفنا ايضا بضيوف كرام ومتخصصين مثل الدكتور هزاع المجاري. نعم. سيدي انا بس احنا بنحب نشارك يعني من احيانا يعني نختلف واحيانا نتفق مع ضيوفك. انا بتفق مع الدكتور هزاع المجاري في موضوع اول شيء تحدث فيه موضوع هيبة الدولة. صحيح سيدي انه من رايي كمان انه انا احنا كدولة اردنية لازم يكون لها هيبة علشان تضبط الامور، لانه حضرتك تعرف كيف يشتغل عندنا جنسيات غير اردنية بخيرهم وبشرهم وما بنعرفهم ولا يعني هذا مؤاخذة ممكن ياثروا على 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 البلد وعلى امن البلد بشغلات كثير. فهيبة الدولة زي ما تفضل الدكتور هزاع لازم تكون موجودة ولازم تكون اقوى من هيك بصراحة. طيب شكرا اخ ايمن. ولا بنطمنك انه الحمد لله هيبة الدولة موجودة وامننا مصان و أجهزتنا الأمنية في على هبة الاستعداد لكل هذه الأمور وماخذ الأمور في كل الاعتبارات. يعني احنا بنطمن المواطن وبنطالب أن يكون في حرص من المواطن أيضا للمرحلة القادمة ومستقبلا، مشان كنا يكون يدا واحدة خلف قيادة هذا البلد لنحافظ على مصلحة بلدنا ومصلحة أبنائنا مستقبلا. نعم. دكتور شايفه يعني شوي مورا عاجبه الحديث، تفضل يا سيدي. لا ابدا. يعني سؤال هذا يعني الاخ بدي اعلق بس بسيط على الاخ المتحدث قبل قليل بقول هيبة الدولة والكلام في باطنية حسيت يعني لمن موجه السؤال، لمن من هو الذي ضرر بهيبة الدولة؟ هل هي تلك المعارضة على الاطلاق؟ هل هم اولئك السياسيين الذين يعيوا المخاطر التي تقع على الاردن؟ مستحيل، لا يمكن هذا الحكي أن يكون دقيق. هذا الخطاب من أخي ومن من يتحدث بمثله يجب أن يوجهه للدولة الأردنية. هيبة الدولة الأردنية أفقدها المسؤول الأردني، ما زال الأردني العادي الذي لم يصل إلى موقع القرار هو من يذكر الدولة الأردنية أنكم أفقدتم الدولة هيبتها. طب أنا بدي أسألكم. نعم. سؤال. نعم. كيف حكمتم انه هيبة الدولة مفقودة؟ شو الاسس اللي انت يعني؟ نعم. لا انا لم اتحدث عن هذا يعني بالعكس، بس احنا نرى دائما هو قال احنا عم نقاطع بحديثك سيدي، احنا ما نقول انه هيبة الاردن الدولة مفقودة، احنا قلنا انه اللي بصير في الاردن في المرحلة الاخيرة من مظاهرات، طبعا احنا نحكي عن مظاهرات الحراك اللي هي ذات مطالب سياسي، لا بس قاعد بصير واحد عشيرة واحد بقتل واحد ثاني بيطلع الدرك عشانهم، واحد بتفل من بيتها بيحرقوا الشوارع بالاخير بلاقوا عن صاحبها بجبل عمان، يعني قضايا بتطلع بيقول لك والله حرقوا البلد وعجال، طب يا عمي شو المشكله؟ بقول لك والله فلان هربت من بيتها، وصلت مرحله انه الدرك ينزل على قضايا شخصيه، معناته انت بطلت تحسب حساب انه في دوله وفي قانون وفي مراكز امنيه يمكن تراجعها وفي قضاء، فصار كل انسان عنده مشكله يطلع بالشارع ويرمي حجار ويطلع الدرك، فهذا نوع من الاستهانه. الاستهانة بالقانون، استهانة بالدولة. نعم. ليش الناس بلشت يعني تتجرأ؟ يعني أنا بتفهم إنه الدرك بيطلع بوقف ليحمي المتظاهرين أو يصير تصادم بينهم إلى آخره، هذا طبيعي بصير في كل بلدان العالم. نعم. ولكن ما بتفهم أنا شخص بقتل شخص، البلد كلها بتقوم وبنزل الدرك وبكسر المؤسسات العامة، والله العشيرة فلان يقتل منها فلان، إحنا صار انفلات هذا. فلذلك إحنا لازم كمواطنين أردنيين نحترم القانون، واحنا نحافظ يعني على انا كمواطن اردني انا المطالب بالحفاظ، لانه انا اللي بفرضها، انا اللي بتعدى على القوانين بالضبط. يعني انا اللي بحكي انا لا يفهم ضبط السبب النفس. يعني انا اللي بحكي لا يفهم ضبط النفس من قوة الاجهزه الامنيه بمعنى انه ضعف او تراخي، هذا هو عدم وعي انا الي، هذا عدم وعي عندي انا كمواطن. انا ضبط النفس من قبل الاجهزه الامنيه ان لا يفهم من المواطن بانه هذا ضعف. انا ممكن اتقبل
انه يصير في مظاهره بتطالب الحريات العامه وتمشي بالشوارع الى اخره، ولكن ما بتفهم انه انا تيجي تكسر قزاز سيارتي او تكسر قزاز البيت او تيجي تحرق وتقتل وتضرب حتى تعبر عن راي سياسي، هذا مرفوض. هذا لا 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 هذا او لا مشكله لا خاصه لا او لا مشكله خاصه لا 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 هذا موضوع يعني لا علاقه له. اشرفنا على اشرفنا على الانتهاء الا انه مخرجنا يعني اعطانا كمان 10 دقائق يعني مدد لنا وقت خلينا نختصر ونلملم امورنا ونخرج في يعني في توصيات نخرج بشكل عام عن محور هذه الندوة عن المستقبل. هذا زبدة الحكي للمواطن الأردني لأنه إحنا جميعا فعلا مطالبين أن نكون على قدر الرؤية الملكية اللي دائما جلالة الملك برسمها لحاضر هذا الوطن ومستقبله، ونترفع دائما عن بعض الأمور الشخصية والأمور الضيقة اللي إحنا بننظر لها كمواطنين، ونتلاحم جميعا مع قيادتنا ونتوحد معها من أجل بناء مصيرنا وهدفنا يكون هدف واحد. وحقيقة يعني إحنا الآن أمام أمور قد تكون استثنائية يجب أن نعي، يجب أن نطالب كمان حكومتنا أن تضعنا بصورة ما يجري، يجب مجلس النواب أن يكون في عنده وعي أكثر وخاصة لجنة الشؤون السياسية الخارجية يعني في مجلس النواب والأعيان، يعني يجب أن بوصلة حوارنا وحراكنا السياسي الآن يجب أن تختلف. فخلينا احنا نلملم ندوتنا في هذا الموضوع. نعم. وبدي منك مختصر ومنك مختصر مشان ننهي حلقتنا. جميل. انا رسالتي للدولة والسلطات الأردنية بكافة يعني مستويات ابدا من رأس النظام الى ابسط يعني مستوى تنفيذي على اصحاب القرار في الدولة الأردنية ان لا تطمئن قلوبهم ويتعاملوا مع قوى المعارضة كلعبة القط والفار، إذا ما هدأ يعني الأمر قليلا تطمئن وتركن الدولة الأردنية. وأنا يعني أنصح رأس النظام الأردني أن لا يصغي لأولئك الذين يطمئنون الملك بأن الأمور بخير والحمد لله، وإحنا طبعا بخير بالنسبة له لأنه هو في منصب ولأنه أبناؤه عاملين الوطن مزرعة. نحن نعم نتفائل بالخير تجدون، نحن مؤمنين نحن مسلمون وهذا ما نتمنى على هذا الوطن وعلى هذه الحاضنة التي يعني نعيش فيها كافة، لكن هنالك تذبذب أنا أعتقد بالرأي العام الأردني بالنسبة بالرأي العام ومن ثم بالنسبة للسياسيين. فجميل جدا إذا ما نظر هؤلاء المستشارين وهتلك البطانة بأن هنالك يعني نوع من الهدوء او نوع من وين وينهم المستشارين اللي ما احنا شايفين لهم نعم دور؟ عليهم ان يدركوا بانه البطاطا دينار وبانه البنزين في ارتفاع وبان فاتوره الكهرباء كبيره وبان النشطاء اللي وقفوا على دوار الداخليه والنشطاء اللي وقفوا يصرخوا في الطفيله والمعارضين اللي هون ما زالوا موجودين ما زالوا احياء. يا سيدي بعضهم سكت لانه اخذ مكتسبات، لا ترجع يعني على النشاطات. انا بمثل معارضه هون ما اخذت الا يمكن اني اقول سكت انه سكت معارضه بسبب 2%. يا سيدي انا اتحدى يا دكتور أرجو كم يوجد في الدوله الاردنيه معارض يا دكتور؟ بتعرف لو تعرف لو المخرج يسمح لي ونمددها نص ساعه خليني اعطيك بعض اسماء معارضه كانوا عارضوا من اجل مصالح ماديه فقط. منصف في الدولة الأردنية يعني مع سيادي انسى انسى المواقع انسى المواقع هاي انسى المواقع هاي مشان خالد الكلالدي ولا غير خالد الكلالدي. وين محل المعارضة يا سيدي؟ في معارضة قاعد بتمسك فلوس مقابل معارضة. ما هم علموهم وحركاتها. من يلام بذلك؟ أليس السلطة الأردنية التي تشتري لا يا سيدي أنت كأردني يجب أن تكون محصن من أجل دولتك. والدولة عندي أهم من المصالح. إذا في معارضة بعضهم يشتروا مين بيشتريهم؟ أنا؟ لا. الدولة الأردنية تمارس جريمة بحق الأردن. خليني أخذ رأي الدكتور مختصر مفيد. يا سيدي مختصر مفيد، إحنا بنحكي بالشقين، الشق الداخلي والشق الخارجي. الشق الداخلي يعني مختصر مختصر الإصلاحات مهمة جدا حتى نتخطى هاي المرحلة. قانون انتخاب جديد لابد منه لأنه أهم قضية أو أهم انطلاقة سياسية في المجتمع الأردني هو القانون الانتخابات. حتى ما نشوفش مجلس النواب اللي احنا شايفينه حاليا ولا اللي قبلي
يعني مع احترامي طيب. للأشخاص طيب. أنا ما بحكيش عن الأشخاص بحكي بشكل طيب. عام دكتور. فهذا هذا محور. المحور الثاني وهو محور مهم جدا توزيع معنا وقت توزيع مكتسبات التنمية أنا يعني كلكم الأخوان تعرفوا إنه الأردن هي عمان ومدينتين يمكن زيادة بيجوا المرتبة الثانية وإذا بتروح على مناطق الجنوب تحزن يمكن إذا ما بتبكي كويس. فتوزيع مكتسبات التنمية وزي ما بيحكي رئيس الوزراء عبد الله نصور إنه المساعدات الخمسة مليار القادمة من دول الخليج مرتبطة في مشاريع طيب هذه بالطبع إن شاء الله وإن شاء الله إنه هاي المشاريع تتوزع في يكون الحصة الأكبر منها للمحافظات. بس تسمحوا لي نعم. قبل ما أنهي حلقتي حقيقة حابب أوجه شكري وتقديري أول إشي لكم أنتم نعم. ثاني إشي لمؤسسة وطنية أعزها وأقدرها على جهودها اللي قاعدة بتقوم فيها وهي حقيقة الخدمات الطبية الملكية نعم. قبل أيام نوجه الشكر كنت بزيارة إلها وجدت أنه هؤلاء الجميع يعمل بجهد وقلب الأردنيين للحفاظ على هذه المؤسسة وعلى مكانتها اللي احتلتها على المستوى المحلي والعربي وسمعتها الطبية. وهذا الشكر موصول إلى عطوفة مديرها العام وإلى الكوادر كافة وخاصة أشكر كوادر التمريض اللي في قسم جناح الضباط في مستشفى الحسين الطبي ممثلة ببعض الأسماء يعني واسمحوا لي أعزائي أني أذكرهم نبيل العقيد نبيل الهلسة ودلال عفيشات وأميرة الفواعير وهنا الكعابنة وإيمان المشاقبة وحلى الجعافري وديانة العكش. هذولا حقيقة هم ملائكة الرحمة. أنا لما لمست دورهم من خلال تعاملهم مع المرضى فعلا يضعون يعني جزء كبير من تعاملهم هو بلسم للشفاء لمرضانا. فكل الجهد والشكر والتقدير لكل هذه الكوادر أيضا في كافة أقسام مدينة الحسين الطبية لتبقى هذه المدينة ذات السمعة والمكانة الطبية المميزة على المستوى المحلي والعربي والدولي. وأنتم أعزائي المشاهدين يسعني إلى أن أشكركم على أمل أن نلتقي يوم الاثنين القادم في حلقة جديدة من برنامجكم صنعوا القرار. وشكرا لضيوف الأعزاء. شكرا لكم. هلا هلا هلا. We'll be right back.